قام وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان للاطلاع على أوضاع النزلاء والنزيلات داخل المركز والخدمات والرعاية المقدمة لهم. وأشاد الوفد بالتجهيزات والرعاية الاجتماعية والإنسانية والتأهيلية المقدمة للنزلاء. رؤية إصلاحية وتأهيلية تتبناها وتطبقها وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل كانت موضع اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي قام بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان في إطار زيارته المتواصلة لهذه المراكز للاطلاع على الأبعاد الإنسانية والاجتماعية ومنظومة الرعاية المتكاملة داخلها وفي مقدماتها الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات من خلال المركز الطبي بتجهيزاته المتطورة والتي أثنى عليها أعضاء الوفد. لما نشوف النهاردة غرف عمليات بنظام الكبسولة المدمجة، لما نشوف مراكز أشعة وتحاليل وكافة الأجهزة الحديثة التي لا تتواجد في مستشفيات كبرى لها اسمها موجودة داخل مركز إصلاح وتأهيل، يبقى نضمن أن النزيل داخل هذا المكان يلقى الرعاية الصحية المكفولة له. أتصور أنه إحنا قدام حتى يعني أجهزة من أحدث الأجهزة اللي موجودة في المستشفيات الموجودة في مصر، ده بيدي انطباع لأي مدى وزارة الداخلية مهتمة بتقديم الرعاية الصحية بحسب المعايير الدولية المطلوبة في مراكز الإصلاح والتأهيل. كما يتم تقديم رعاية صحية واجتماعية لائقة للأمهات النزيلات ومنحهم أوقاتا كافية لقضائها مع أطفالهن وفقا لمعايير حقوق الإنسان. سياسات الحماية المجتمعية المتبعة هو كيف يمكن صون هذه الأسرة وحمايتها وخاصة في جانب الأطفال منها، واللي احنا بنشوفه في الوقت الحالي في أحد مراكز رعاية الأطفال داخل مركز الإصلاح والتأهيل في العاشر من رمضان. جولة الوفد داخل مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان كشفت عن مدى التطور الكبير في برامج الإصلاح والتأهيل التي تطبقها وزارة الداخلية، والتي يأتي في مقدمتها الحرص على تعليم النزلاء حرفة سواء يدوية أو صناعية حتى يتمكنوا من إتقانها، وهو ما انعكس على جودة المنتجات نتاج عمل النزلاء والنزيلات. النهارده احنا شفنا منتجات غايه في الروعه، فيها ابداع، فيها مراعاه من جانب المؤسسه للمنتجين، في تسهيل لعمليه البيع وعمليه الابداع، وانا اتصور ان ده بيؤهل النزيل نفسه لمواجهه الحياه بعد الخروج. دار التاهيل عقاب، وفي جانب زجري وردعي واشياء من هذا القبيل، لكن الفلسفه الجديده هي الاصلاح والتاهيل واعداد النزلاء للدمج في المجتمع. في مستوى كبير قوي من الخدمات بجوده عاليه بيتقدم للنزلاء. كما حرص الوفد على زيارة عنابر النزيلات للاطلاع على الظروف المعيشية داخلها ومدى الخصوصية التي تتمتع بها النزيلات داخل هذه العنابر. دي أول مرة نخش عنابر السيدات، وأنا حقيقي مبسوطة جدا باللي أنا شايفاه، لأن كان في بعض الإشاعات اللي أنا كنت حابة بنفسي كعضو مجلس أجي أطمن منها، وحقيقي اللي احنا شفناه دلوقتي يعني أنا فخورة من النظافة، من مستوى السيرفيسز اللي موجوده. انتوا لما بيكون عندكم اي احتياج، حد تعبان عنده مشكله صحيه، بتعملوا ايه؟ بننادي على النادي على الكابتن او الحارسه. الحارسه بتيجي هي تفتح وتطلع المريض، تطلع المريضه بقى المستشفى بالليل. هل في كاميرات في حسيتوا ان في كاميرات بتصوركم؟ لا مفيش في الاوضه. طب فين الكاميرات؟ بره في الطرقه. بره في الطرقه. لكن في هنا في المكان جوه مفيش كاميرات في العنبر ده وفي بقيه العنابر بتوع زمايلي كلها نفس دول. كنا سامعين بفكره الكاميرات اللي في الزنزانات خاصه للنساء، احنا اتاكدنا انه مفيش، ودخلنا وشفنا وفرجنا وشفنا كذا زنزانه تاني. حضرنا المجلس القومي لحقوق الانسان وزرنا العنابر وتاكدنا
ان غرف النزيلات ما فيهاش اي كاميرات، وان فعلا الكاميرات اللي موجوده موجوده في الممرات، هي موجوده في مواقع تضمن تامين وسلامه النزيلات. ويحرص قطاع الحماية المجتمعية على إثقال المهارات الفنية للنزلاء من خلال خبراء ومختصين في هذا المجال، وهو ما ساهم في وصولهم إلى الشكل الاحترافي. شفت النهارده في الحقيقه يعني بالفرقه الموسيقيه الموجوده، بالعازفين، بالمغنيين، حتى بالكورس، وهذا الاندماج الكبير والاحساس النفسي المرهف، من المؤكد انه ده هينعكس على سلوكهم في فتره اقامتهم هنا وكمان لما يخرجوا للمجتمع. تتمتع مراكز الاصلاح والتاهيل بكافه المزايا الاجتماعيه والانسانيه والصحيه والتاهيليه التي يمكن من خلالها بناء انسان جديد مؤهل حرفياً واجتماعياً وصحياً وعلمياً للاندماج في المجتمع، في ظل تطبيق أفضل المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل هذه المراكز. تطبق وزارة الداخلية برامج إصلاحية وتأهيلية حديثة تراعي فيها الأبعاد الإنسانية والاجتماعية عند تأهيل النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل التي تم إنشاؤها وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي يتم فتحها للزيارات المختلفة للاطلاع على برامج التأهيل والإصلاح داخلها. من مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، عبدالله بركات، التلفزيون المصري.